عقب ان شاء الله المرموم. طيب مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء يتواصل اللقاء بحضراتكم، نتواصل ايضا مع هذه الانطلاقات والتحديات. من هنا يطلع رواعي الرموز، من هذا الميدان يطلع الرسميات الرئيسيات الغاليات نقول عنهم، يطلع من هذا الميدان لا كفه تميل يعني في الترشيحات وفي الاثاره. الشوط الخامس يتحرك، الشوط الخامس وعندنا ايضا دمعه خميس بن محمد بن رفيعة الفلاسي هو من يقدم لنا دمعة بالمركز الأول، وتليها على المركز الثاني فهنا جمرة علي بن سعيد بن سالم بن خليفة الكعبي، والمركز الثالث أقول بالعامري هذا الشعار الجميل. هناك من الجانب الآخر المقعودي على المركز الرابع، ويقدم لنا اللي هي لبقة محمد بن سالم بن راهد المقعودي الفلاسي، والمركز الخامس وتأتينا اللي هي شواهين سعيد بن عبيد أبو طبيعة. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، الناموس عند المقعودي، الناموس عند المقعودي، راعي لبقة اللي لبق الشوط نار، اللي ولع الشوط نار، روح يا المقعودي روح، استلمت المركز الأول لا تتأخر، خلاص لبقت الشوط نعم واستلمت المركز الأول بدون أي تعليمات. المركز الثاني القادم هو الإذاعة طماعة سيف بن حمد بن خميس بن سلطان العويسي، يلا يا سيافي يلا يا سيافي، نعم ير سيفك يا سيف روح، ولكن المقعودي راعي لبقه الله، نعم ما شاء الله تاخذ الشوط عرض وطول. المركز الثاني اللي هي طماعة سيف بن حمد بن خميس بن سلطان العويسي، ولكن لبقه انهت الشوط. سلام من الهباب الى الهباب، نهني مالك راشد بن عتيج المقعودي على فوز لبقه بالمركز الاول. المركز الثاني لسيف بن حمد بن خميس بن سلطان العويسي، المركز الثالث عندنا الشاهليه محمد بن مبارك بن محمد المطيوعي، والتوقيت كم؟ دقيقتين و11 ثانيه